أقدم محاولات قياس الوقت كانت برصد دورات العالم الطبيعي باستخدام أنماط التغير من النهار إلى الليل ومن فصل لآخر لوضع التقاويم. ظهرت في نهاية المطاف أدوات أكثر دقة لتسجيل الوقت مثل الساعات الشمسية والميكانيكية التي تحدد الوقت بسهولة. ولكن ما الذي نقيسه بالضبط؟ هل الزمن شيء ذو وجود مادي أم أنه لا وجود له سوى في عقولنا؟ لوهلة تبدو الإجابة واضحة، الزمن موجود بلا ريب ويمضي باستمرار من حولنا، ومن الصعب تخيل الكون بغيره. ولكن فهمنا للزمن بدأ يتعقد بفضل أينشتاين، إذ تقول نظريته النسبية أن الزمن يمضي ولكن ليس بالمعدل ذاته دوما على أناس في حالات مختلفة، مثل من يسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء أو يدور حول ثقب أسود عملاق. اكتشف أينشتاين طواعية الزمن بربطه بالمكان ليشكلا شبكة الزمكان التي يمكن أن تنحني، ولكنها تتصرف على نحو متسق وقابل للتنبؤ به. تؤكد نظرية أينشتاين فيما يبدو أن الزمن محبوك من نسيج الكون، ولكنها لم تجب بالكامل عن سؤال مهم: لماذا يمكننا التحرك عبر المكان في أي اتجاه وعبر الزمن في اتجاه واحد فقط؟ فمهما فعلنا يعاندنا الماضي ويظل خلفنا دوماً، وهذا ما يدعى سهم الزمن. عند وضع قطرة ملون في كوب من الماء نعرف غريزياً فوراً أن الملون سينتشر تدريجياً من القطرة حتى يغمر الكوب. تخيل أن تشاهد العكس يحدث، سندرك حينها الزمن وهو يمر عكسياً. إننا نعيش في عالم ينتشر فيه الملون في الماء وليس العكس. يسمى هذا في الفيزياء بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية، وينص أن الأنظمة تزداد فوضى أو أنتروبي بمرور الزمن. تنتقل الأنظمة في عالمنا من النظام إلى الفوضى، وتلك هي خاصية الكون التي تحدد اتجاه سهم الزمن. إن كان الزمن خاصية أساسية لهذا الحد، يجب أن يوجد بمعادلاتنا الأساسية عن الكون، صحيح؟ لدينا مجموعة معادلات تحكم الفيزياء: النسبية العامة التي تصف سلوك الأشياء الكبيرة، وفيزياء الكم التي تفسر سلوك الأشياء الصغيرة. أحد أكبر أهداف الفيزياء النظرية طوال نصف القرن الماضي كان توحيد النظريتين في نظرية واحدة أساسية، النظرية الجامعة. كان هناك محاولات كثيرة لم يثبت أي منها تعامل الزمن بأشكال مختلفة، والغريب أن نظرية متنافسة تدعى معادلة ويلر-ديويت أسقطت الزمن من حساباتها. ومثل كل النظريات الجامعة الحالية، تلك المعادلة نظرية، لكن إذا تبينت صحة تلك المعادلة النظرية الملغية للزمن أو ما شابه مبدأها، فهل يعني ذلك أن الزمن غير موجود في أعلى مستوى أساسي؟ أيمكن أن يكون الزمن مجرد وهم ينبعث من حدود رؤيتنا لكوننا؟ لا نعرف بعد، ولكن ربما تكون تلك الطريقة الخطأ للتفكير بالأمر. وبدلا من أن نسأل إن كان للزمن وجود كخاصية أساسية، ربما قد يكون موجودا كخاصية منبثقة. الخواص المنبثقة هي الأشياء التي لا توجد في الأجزاء المنفردة لنظام، ولكنها توجد في النظام ككل. لا يحدث لجزيء ماء مد وجزر، ولكنه يحدث للمحيط بأكمله. تحدث الأفلام تغيراً في الزمن باستخدام سلسلة من صور ثابتة يظهر أنها تتوالى بتغير مستمر ومتدفق فيما بينها، وبقلب الصور بسرعة كافية يرى عقلنا تغير الزمن عبر سلسلة صور ثابتة. لا يتغير إطار واحد في الفيلم ولا يشتمل على مرور الزمن، ولكنها خاصية تتأتى من النحو الذي تصطف به القطع معاً. الحركة حقيقية ووهم في الوقت نفسه، فهل يمكن أن تكون فيزياء الزمن وهماً مشابهاً؟ ما زال الفيزيائيون يبحثون في هذه الأسئلة وغيرها، وما زلنا بعيدين عن إجابات كاملة الآن على الأقل. واصل التعلم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه، ولا تنسى الاشتراك في القناة لا تفوت الفرصة لتعلم أشياء جديدة.